هل الخضر عليه السلام ما ورد فيه من الأحاديث صحيح إلى يومنا هذا؟ وهل هو حي يقول؟ نعم، أما كونه حيا فلا، ليس بحي، لأنه لو كان حيا لوجب عليه أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يجاهد معه، ولم يكن شيء من ذلك. فالخضر كغيره من البشر مات في وقته فيما يظهر لنا، وكذلك ليس الخضر بنبي، وإنما هو رجل آتاه الله تعالى علما لا يعلمه موسى عليه الصلاة والسلام، لأن موسى عليه الصلاة والسلام قال إنه لا أحد في الأرض أعلم منه، فأراه الله عز وجل هذه الآية أن موسى عليه الصلاة والسلام وإن كان لديه علم كثير من شريعة الله فإنه قد يفوته شيء من المعلومات الأخرى.